انتصارات الجيش العربي السوري بتدل على قوة الجيش العربي السوري وانتصاراته وقوة عزيمة أبنائه. وأنا بحيي كل جندي عم يدافع عن أرض هذا الوطن، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. الجيش العربي السوري هو رمز وكرامة للأمة العربية، ومن دونه ما كنا نحن موجودين هون، وكلنا بدنا نطوع بالجيش العربي السوري. انتصارات الجيش على كل الأرض العربية السورية، والله يخلي الجيش، والجيش أهلنا وأخواتنا ونحن كلنا مشروع شهادة. انتصارات رائعة وإن شاء الله انتصارات دائمة على طول. نحن شو ما بنقول بنضحي قدام الجيش مو قليل يعني. على ثبوت وجودنا وعلى محبتنا وعلى إيماننا بالله وبقائدنا. يا عمري هن كتير كتير فرحانة ومبسوطة فيها. مبارك لجيشنا العربي السوري بانتصارات اللي كان فيها، وإن شاء الله بتقدم للمراحل الجاية وتحرير جميع الأراضي السورية من هؤلاء الإرهابيين. الله يحمي رجال الجيش العربي السوري، هن الحاملين، نحن قاعدين ببيوتنا وهن عم يدافعوا عنا. الله يحميهم ويرحم جميع الشهداء. بالنسبة له كجيش يعني سوري، حمى سوريا وحمى ديارها ودافع عنها بكل شرف وإخلاص، وإن شاء الله بيحققوا إسا انتصارات أكثر. الله يعطينا العافية ويكثر خير ويقويهم. دائما نتمنى له التقدم والنصر، ودائما إن شاء الله بيضل أبد يعني هو منتصر، وسيحقق آمالنا نحن آمال الشعب، وبهني الجيش بالشعب اللي حواليه. انتصارات عظيمة جدا ومتوقعة، وتأتي في هذه المهلة في هذه الفترة كفاكهة في أوانها. إنها انتصارات عظيمة جدا، ونحن متفائلون جدا، والنصر قادم بإذن الله تعالى. أن الدولة باقية واللحمة الوطنية مترسخة، والجيش هو امتداده على مساحة الوطن. وأنا أقول لا تغلقوا أبوابكم بوجه السماح، الخير والجمال والمحبة السلاح.